هنا من المايكات الجديدة اللي تواجد اليوم في مباراة الاتحاد والاتفاق، هذا رقم واحد. هناك اثنين، ثلاث مايكات كبيرة حتكون الجماهير، حيكون صوتها واضح. بس طبعا حيكون اليوم التشجيع جماعي مثل ما ذكر رئيس الرابطة الأستاذ حمدان المغربي. هنا من تجهيزات رابطة الاتحاد. طبعا اليوم حيكون فيه أشياء جديدة اللي هي الدراند اللي شفتوها في البروفات اللي كانت قبل يومين، بالإضافة إلى تشجيع السابق بالمزمار وعالي عالي الاتحاد، كلها حتكون موجودة اليوم. هذه الجديدة وهذه القديمة، وإن شاء الله يكون المدرج كله مولع بإذن الله.